في العام 86 900 و1000 اهتد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، كان امتدادا لاعتبار ليبيا خليج سرت كاملا تحت السيادة الليبية. ثم بدأت تتسارع وتيرة التصعيد، واتهم نظام معمر القذافي بالوقوف وراء اعتداءات أصابت أمريكيين ومصالح أمريكية، وبلغ التصعيد ذروته وأرسل الأمريكيون طائراتهم لضرب طرابلس وبنغازي، أصابت القنابل باب العزيزية حيث كان القذافي يستقبل ضيوفه. إلدورادو كانيون نيران أمريكية على الجماهيرية. في العام 73 900 و1000 كانت قد انقضت 4 سنوات على وصول معمر القذافي إلى الحكم بعد انقلاب عسكري أنهى حكم الملك إدريس السنوسي. وفي تلك السنة أعلن القذافي أن خليج سرت خليج ليبي يخضع للسيادة الليبية، وهذا الخليج الذي يسمى أحيانا بخليج السدرة يمتد على طول 800 كيلومتر من بنغازي شرقا إلى مدينة مصراتة في الغرب الليبي، وبعرض 115 كيلومترا. واعتبر القذافي وقتها أن الكيلومتر 15 بعد 100 يمثل خط الحدود البحرية الليبية في خليج سرت، بل وصفه بخط الموت. كان هذا الإعلان منطلقا لنزاع حول هذا الخليج الذي يأوي أغلب الموانئ النفطية الليبية. ولتأكيد سيادتها على الخليج كاملا سيرت البحرية الليبية دوريات للمراقبة تعززها طلعات للطيران الحربي. كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أشد الدول رفضا لما أعلنه قائد الثورة في ليبيا بشأن خليج سرت حدوده والسيادة عليها. في تلك اللحظة بذرت بذور النزاع، وكان واحدا من النزاعات التي غذتها الحرب الباردة بين الغرب تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والشرق بزعامة الاتحاد السوفيتي. كان الصدام واردا بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وحدث بعد 13 عاما. طيلة تلك المدة هيمن التوتر والاحتقان على الأجواء الأمريكية الليبية، وجاءت سلسلة من الحوادث لتغذي الاحتقان وتقوي شبح الصدام والمواجهة. في 14 يونيو من العام 85 تعرضت طائرة من شركة TWA الأمريكية الرحلة 847 التي كانت تستعد للإقلاع من مطار أثينا العاصمة اليونانية إلى العاصمة الإيطالية روما، تعرضت لعملية اختطاف دامت 2 أسبوع، وقتل خلالها غواص من البحرية الأمريكية كان من بين الركاب. اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا بالمسؤولية في الذي حدث لدعمها الجهات الخاطفة، وقامت بتعزيز وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط، حيث صار حضور الأسطول الأمريكي السادس حضورا دائما، وزادت المناورات البحرية الأمريكية، وصارت الطائرات الحربية الأمريكية تتعمد اختراق المجال الجوي فوق خليج سرت. عمدت ليبيا إلى نشر صواريخ أرض جو متطورة من طراز SE-5 حصلت عليها من الاتحاد السوفيتي. ثم مع استمرار المناورات الأمريكية واختراق أجواء خليج سرت انتهى الأمر بالمضادات الجوية الليبية إلى التدخل واستهداف الطائرات الأمريكية. كذلك تحول ما كان عمليات استفزازية إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا انتهت بخسارات ليبية هامة. قتل 35 بحارا ليبيا وأغرقت 2 سفينة للبحرية الليبية. في 5 أبريل أقل من 2 أسبوع بعد ذاك الصدام المباشر بين القوات الأمريكية والليبية حدث في برلين الغربية انفجار في ملهى ليلي يحمل اسم لابيل، وكان معروفا بأنه من الأماكن التي يرتادها الجنود الأمريكيون. كان انفجارا عنيفا خلف مقتل جنديين أمريكيين وامرأة تركية،
وبلغ عدد الجرحى 22. أشار الأمريكيون بأصبع الاتهام إلى ليبيا، وقالوا إن مخابراتهم تمكنت من الحصول على نسخة برقية بعث بها عملاء ليبيون يوجدون في ألمانيا الشرقية وشاركوا في تفجير ديسكو لابيل. بعد اتصالات أجراها مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، أمر الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان بتنفيذ ضربات جوية ضد ليبيا. كان ذلك في 14 أبريل 86 900 وألف. بدت متسارعة وتيرة التطورات التي أعقبت تفجير برلين الغربية. أشهرا من قبل في أكتوبر من العام 85، كانت القوات الأمريكية قد أجرت تدريبا جزئيا على العملية الموجهة ضد ليبيا. كان تدريبا على تنفيذ عملية تنطلق من الأراضي الأمريكية وتضرب أهدافا بعيدة عنها بآلاف الكيلومترات. وصف التدريب بالناجح. واجهت الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الضربة المقررة رفض دول حليفة لها منها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا السماح للطائرات الأمريكية المقاتلة بعبور أجوائها أو استعمال القواعد القارية في مجمل أوروبا. اضطر ذلك الأمريكيين إلى نقل جزء من قواتهم الجوية المنتشرة في أوروبا إلى البرتغال. كان ذلك يعني زيادة المسافة التي تفصل عن الأهداف المرسومة بما لا يقل عن 2000 كيلومتر. على الأرض هناك في ليبيا كان عدد من الجواسيس يراقبون بعيون فاحصة، ينقلون المعلومات ويتتبعون حركات وسكنات المسؤولين الليبيين. من بين أولئك الجواسيس جاسوس إسباني اسمه خيمي روتشا رودريغيز، الذي ولد في مدينة العرائش المغربية في 28 يناير من العام 42 900 وألف. كان جنديا في البحرية الإسبانية قبل أن يلتحق في العام 79 بالمركز المعلوماتي الأعلى للدفاع المعروف اختصارا بسيسيد، وهو جهاز المخابرات الإسبانية. كان هذا الجاسوس الإسباني يقدم كمتخصص في المنطقة المغاربية. في مذكراته التي قال إنه حررها في الأصل لتحمل إجابات عن تساؤلات أفراد أسرته حول ماضيه، في تلك المذكرات التي سماها إلدورادو كانيون، يعترف بأنه تجسس على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحساب الأمريكيين. وكان انتقال خيمي روتشا رودريغيز إلى ليبيا في إطار تعاون بين المخابرات الإسبانية والمخابرات المركزية الأمريكية. يقول روتشا إنه في اجتماع طارئ اقترح الجنرال إيميليو ألونسو مانجالانو الذي شغل منصب مدير الاستخبارات الإسبانية حتى العام 95، اقترح الذهاب في مهمات إلى ليبيا على من يرغبون في ذلك استجابة لطلب للمخابرات المركزية الأمريكية. يضيف روتشا أنه تطوع للذهاب إلى هناك لأنه يعرف المنطقة جيدا، فقد عمل في أقطار مغاربية، ثم لأنه كان منخرطا في عدة شبكات سرية. يكشف خيمي روتشا المهمة الرئيسة التي أوكلت إليه، ويقول إنها كانت تتمثل في الإبلاغ عن مواقع الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات والتي كان يتم تغيير أمكنتها باستمرار، وحتى الإبلاغ عن الأمكنة التي يتواجد بها القائد معمر القذافي، وإذا كان ممكنا تحديد مكان إقامته. كان يحكى أنه في تلك الفترة كان يغير مكان إقامته كل يوم. زعم الجاسوس خيمي روتشا في حديث لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، زعم أنه كان مصدر المعلومات الوحيد بالنسبة للغرب، وأنه التقى العقيد القذافي عدة مرات وتحدث إليه، وأنه كان يقدم نفسه على أنه مهندس مبعوث من إحدى الشركات الإسبانية. لا يغوص خيمي روتشا في تفاصيل مهمته في ليبيا، يلمح إلى أنها كانت ذات صلة مباشرة بعملية إلدورادو كانيون، ويترك فسحة لتصور ما كان من أثر للمعلومات التي جمعها ونقلها إلى المخابرات المركزية الأمريكية.
في الولايات المتحدة الأمريكية كانت القيادات العسكرية قد فرغت من وضع الترتيبات الأخيرة للبدء في تنفيذ تلك العملية العسكرية ضد ليبيا والتي أطلق عليها اسم إلدورادو كانيون. وضع عناصر من المجموعة التكتيكية للقوات الجوية الأمريكية في حالة استنفار، وتم تسليم القيادة الجوية التكتيكية ما يزيد على 30 طائرة من طراز F-117S، وكانت هذه الطائرات حديثة لا يعرف عنها الكثير، ولم تعرف لدى العموم إلا من خلال المواكبة الإعلامية لحرب عاصفة الصحراء في الخليج. في 15 من أبريل 86 900 و1000، غداة إصدار الرئيس رونالد ريغان الأمر بتنفيذ الضربات الجوية ضد ليبيا، أقلعت 66 طائرة حربية أمريكية، بعضها انطلق من قواعد عسكرية بريطانية وتوجهت إلى ليبيا. قصدت أسراب منها بنغازي في الشرق، وأخرى أخذت وجهة العاصمة طرابلس. استهدفت الطائرة الأمريكية منزل العقيد معمر القذافي وتجمعات سكنية في كل من طرابلس وبنغازي، ونالت نيران الطيران الأمريكي مقر إقامة العقيد القذافي ولكنه لم يصب، بينما أصيب اثنان من أبنائه هما خميس الذي كان وقتها يبلغ من العمر 3 أعوام وسيف العرب الذي يكبره بعام واحد، وكانت إصاباتهما خطيرة. وقتلت هناء ابنة القذافي بالتبني وكانت رضيعة في عامها الأول. قتل أيضا 45 جنديا ليبيا و15 مدنيا. في واشنطن كان المتحدث باسم البيت الأبيض لاري سبيكس يقول للصحفيين إن الغارات الجوية الأمريكية على ليبيا استهدفت مواقع عسكرية، وما أن انتهت العملية حتى ظهر الرئيس رونالد ريغان على شاشات التلفزيون وألقى خطابا قال فيه: عندما يتعرض مواطنون لهجوم أو لسوء معاملة في أي مكان في العالم بناء على أوامر مباشرة من أنظمة معادية فإننا سنرد طالما أنا في هذا المنصب. كانت عملية إلدورادو كانيون أكبر عملية للقوات الجوية الأمريكية منذ حرب فيتنام، غايتها غير المعلنة صراحة الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي. ولذلك كان التركيز الأكبر على المواقع التي كان العقيد القذافي يستقبل بها زواره، وفي مقدمتها ثكنة باب العزيزية حيث كان القذافي موجودا لحظات قبل وصول الطائرات الأمريكية. تقول بعض الأخبار إن رئيس وزراء مالطا آنذاك كارمينو ميفسود بونتشي ورئيس الوزراء الإيطالي بيتينو كراكسي أبلغ العقيد القذافي بأن طائرات أمريكية تتجه إلى ليبيا لتنفيذ ضربات، وأن القذافي وأفراد عائلته أخلوا على عجل ثكنة باب العزيزية. بعد ذلك قصفت الثكنة 13 طائرة أمريكية. في تتبعنا لعملية إلدورادو كانيون لم نعثر على أثر لما قامت به أو قد تكون قامت به المخابرات الليبية للتصدي للخطر الذي كان قادما ولم يكن هناك من ريب في قدومه. رهان القوة كان محتدا في خليج سرت. بعد دخول الثوار إلى باب العزيزية في شهر غشت من العام 11 و2000 لم يجدوا شيئا من أرشيف الثمانينيات، ولم يجدوه في مقار المخابرات والإدارات المختلفة. والراجح أنه تم التخلص من الوثائق المتعلقة بتلك الحقبة، ومن بينها مبدئيا الوثائق التي ارتبطت بالضربات الجوية الأمريكية. قد يكون تم التخلص من تلك الوثائق قبل انهيار النظام. ولم يكن يوما ما سرا أن مخابرات نظام معمر القذافي كانت تتخذ من ملاحقة معارضي النظام أولى أولوياتها.